بتوجيهات محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم، دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي محمد الحامد ومعه مدير عام صندوق النظافة والتحسين منصور وادي غرس 1000 نخلة ابتداء من جولة دغلان وشوارع عاصمة المحافظة. وتشمل الحملة عددا من المناطق بمديرية خنفر. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده الزميل ردفان عمر. بتوجيهات محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم ومن أجل عاصمة جميلة خضراء تليق بجمال وخضرة محافظة أبين، دشن صباح اليوم بزنجبار الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ مهدي محمد الحامد ومعه مدير عام صندوق النظافة والتحسين منصور وادي وحسين الجابري نائب مدير عام الصندوق والمدير المالي، دشن غرس 1000 نخلة ابتداء من جولة دغلان وتشمل عدد من شوارع العاصمة ومديريات ومناطق مجاورة أخرى. اليوم تم تدشين غرس 1000 غرسة نخل في شوارع زنجبار الرئيسية، وهي تأتي بجهود من الأخ محافظ أبين وصندوق النظافة بالمحافظة. وهذه الغرسات تشمل الشوارع الرئيسية من جولة دغلان إلى مفرق جعار عدن، وكذلك الخط الرئيسي من جولة دغلان إلى دوفس، وكذلك يتم غرس عدد من النخل في مديرية خنفر. وهذا نتمنى أن يكون بداية لتحسين المدينة في محافظة أبين والارتقاء بمستوى الخدمات في المحافظة. نشكر الأخ المحافظ ونشكر الأخ مدير عام صندوق النظافة على هذه الجهود. تأتي هذه الخطوة بتوجيهات المحافظ أبو بكر حسين سالم وفي إطار إكساء العاصمة بالحزام الأخضر الذي يعكس طبيعة الحياة الخضراء بأبين، والذي من المتوقع الانتهاء منه في العام 2023. معنا تدشين مشروع 1000 نخلة تبدأ من جولة دغلان إلى خنفر إن شاء الله، تشمل خط دغلان إلى جولة المهندسين، ومن ثم شوارع زنجبار، ومن ثم خط الجولة وخط حسن شداد. هذا بتوجيهات الأخ المحافظ المحافظة أبو بكر حسين سالم إلى صندوق النظافة، ولبداية العام إن شاء الله 2023. هذا المشروع كان أيضا حاضرا في أولويات الأخ المحافظ، حيث قام بمشروع مماثل أوقفته الحرب، والذي بدأ من المدخل الشرقي للعاصمة زنجبار مرورا بجولة دغلان حتى الشارع العام في العاصمة، وهو اليوم يعود من جديد بتوجيهات الأخ المحافظ أبو بكر حسين سالم ومتابعة نائبه الأمين العام الأستاذ مهدي محمد الحامد وتنفيذ صندوق النظافة والتحسين ممثلا بالمدير العام منصور وادي ونائبه حسين الجابري. لقناة عدن الفضائية ردفان عمر، محافظة أبين.